47 ضحية، إضافة إلى عشرات من أفراد طاقم الطائرة هي حاصلة أولية لحادث سقوط الطائرة العسكرية من نوع اليوشين التي سقطت صباح اليوم بالقرب من القاعدة العسكرية ببوفاريك بالبليدة، والتي كانت متجهة إلى مدينة بشار. الطائرة سقطت في حقل للأشجار بعيدا عن المجمعات السكنية، وعليه قطع نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، وتنقل فورا إلى مكان الحادث للوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف، حيث أمر بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث. كما يتقدم السيد الفريق بخالص تعازيه لعائلات الضحايا مواسيا لهم في محنتهم الأليمة. الصور التي تشاهدونها هي حصرية للتلفزيون الجزائري.